لكن الجندي المجهول بهذه المباراة هم قوة أمن الملاعب، هاي القوة اللي تواجدت ما يقارب قبل 10 ساعات من المباراة. سنشاهد صور بصراحة أرفع القبعة لهاي القوة اللي دائما ما تحمي جماهيرنا، تحمي اللاعبين، تحمي الكوادر التدريبية، تحمي عوائلنا، يعني بصراحة بضباطها بمنتسبيها. يعني أنا ما أريد أذكر أسماء، يعني أنه أستاذ أنمار وأستاذ عمار وغيرهم، أستاذ رزاق اللي دائما ما نشاهده بالبوابة وغيره من الأخوان المحترمين كلهم، يعني عذرا ما أذكر اسم، وحتى المنتسبين بتعاملهم باحترامهم. أرجو من وزير الداخلية يهتم بهاي القوة، يزيد عدد هاي القوة، يجعلها مديرية بوحدها لهاي القوة. صدقني يا وزير الداخلية، انت البارحة شهادة من الجميع انه انت متواجد بالملعب ودافع لأبنائك الجنود، لكن هاي القوة لا تفرط بيها. هاي القوة هي افضل قوة لحماية الملاعب بالعراق. هاي القوة اخذها بأي محافظة، هم 500 عددهم، سويهم 1000 وموسم الاخر خذهم باي محافظة باي بطولة باي مباراة دولية، وباع هاي القوة شو تقدم لك؟ احترام، تقدير، يتعاونون، يسمعون من اعلامي، من نجم، من غيره. البعض يسيء، البعض يقول لك هم براتبهم، طبعا كلها تشتغل براتبها، بس هو من موجود من 10 الصبح موجود للساعة بالوحدة بالليل وينظم ويسوي. حتى تواجد الشغب انا اشوف ما الى داعي. يوم امس قوات الشغب يوم أمس وعلى مدار أو على طول الملعب بعد المباراة، هذا حتى يأثر على أمن البلد. ممكن يعني أي شيء يصير كارثة. هذولي زلم وموجودين، لا سمح الله مني يصير قدر، ممكن الشغب يتدخل. بس أنت من ماكو شيء، والأخوان مسيطرين بضباطهم بجنودهم، على شنو هذا الأمر؟ أتمنى من وزير الداخلية يقدر هاي القوة، دائما ما يكرمهم بكتب شكر، دائما ما يجتمع بيهم، دائما ما يعطيهم دعم، لأن هاي القوة تستاهل. وأني أبقى دائما أكون داعم لهاي القوة المحترمة، واللي يخطأ بيها أنا دائما أقول من أكو أشخاص يخطئون ما يعرفون يتصرفون، حتى لو هم يعني موظفين جنود، أنا أطلع وأتحدث عنهم، لأن ممكن 4-5 يأثرون على 500 واحد. فهذا أنا اللي أتحدث به عن قوة أمن الملاعب. يا وزير الداخلية، هذولي أبنائك الحقيقيين، وذولي سند، وذولي إذا تريد بأي محفل تختبر هؤلاء، اختبر قوة أمن الملاعب في بغداد.